السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الـ IG in grade 10. النهاردة إن شاء الله هتكلم معاكم في first chapter، هنتكلم على الـ numbers وهنعرف الـ families of numbers. أول حاجة يا جماعة، أنت شفت الـ numbers في حياتك كتير. أول نوع من الـ number أو set of number أنت تعرفت عليها اللي هي الـ counting number. أما تيجي تعد أي حاجة تقول 1 2 3، يبقى أنت بتعمل counting number، ما بتحطش معاك الزيرو، يبقى دي اسمها set of counting number. بعد كده يا جماعة احتاجنا للزيرو ندخله معانا في set تانية وسميناها set of natural numbers. وانت عايزك تشوف معايا set of natural numbers شكلها عامل ازاي، اللي هي فيها 0 1 2 3 and so on. بعد كده احتاجنا نتكلم على negative numbers. يعني انا لو انا عندي temperature دلوقتي 4 celsius and dropped 8 degrees، دخلنا في النيجاتيف اللي هي under 0، هتلاقي عندك negative 1 negative 2 negative 3. فتعرفنا على نوع جديد من الست اسمها set of integers. يبقى انا دلوقتي قلت counting number، قلت natural number، قلت set of integers. الست of integers برضو انا لقيت نفسي ان انا مش عايز اتكلم على whole number بس، عايز اتكلم على حاجة تانية، على fraction، على decimal. فاحتجت new set جديدة سميتها set of rational number. الراشونال number هي any number can be written in the form a over b، يعني اي شكل على شكل fraction. زي ايه مثلا؟ زي 1 over 2. ال 1 over 2 ممكن اكتبه fraction، ممكن اكتبه decimal اللي هو 1 over 2 اللي هو 0.5، 1 over 4 اللي هو 0.25 and so on. 0.25 او 0.2 دوت، كل دوت بيبقى اسمه terminating decimal لان هو بينتهي، اسمه terminating decimal. في حاجة تانية اسمها recurring decimal، اما تلاقي 0.2222 تلاقي النمبر بيتكرر، او 1 over 3 هتلاقيه ما تكتبه على الكالكوليتر 1 over 3 ودوست الاس دي هتلاقيه عندك بيكتب 0.3333. فدوت بيتقال عليه ان هو recurring، بيكرر نفسه. وحتى ما يجي يكتب بيكتب ازاي؟ يكتب 0.3 وعليها بارد شرطة من فوق كده. زي مثلا عندي هنا كتب لك اهو، كتب لك 0.2. 0.2 دوت انا هعلمك ازاي تحوله بقى من ريكيورنج، ازاي تحوله لفراكشن، وده هنتكلم عليه برضو في السيت اوف نمبرز. عندي يا جماعه برضو انا احتجت، طب واحد يقول لي يا مستر طب هو الفايف ده هقول عليه ان هو راشونال نمبر، ولا هقول عليه انتجر، ولا هقول عليه ناتشورال نمبر، ولا هقول عليه كاونتنج نمبر؟ تخيل ان الفايف ده هو في كل الحاجات ديت، لان كل ست بتنتج بتدخل جوه الست الاصغر منها. يعني كاونتنج نمبر هتخش جوه الايه؟ الناتشورال نمبر. بعد كده نكبرها شويه نتكلم على الانتجرز، بعد كده نتكلم على الراشونال نمبر. فاحنا دلوقتي بنتكلم على الفاميلي اوف نمبر. طب انا دلوقتي عندي مثلا روت 5. روت 5 ده نوع جديد من النمبرز انا ما اتعرفتش عليه، او كيوبيك روت لل7 دوت يا جماعه برضو بنقول عليه ان هو اير راشونال نمبر. يعني هو ده مش موجود في الفاميلي اوف راشونال نمبر. ليه؟ طيب عشان دوت ولا terminating ولا recurring. هتلاقي عندك مثلا root 2 زي ما انا كاتب عندي هنا 1.414213 5 6، هتلاقي عندك الارقام ما بتتكررش بصفة منتظمة. يعني ممكن الاقي رقم بيتكرر 0.323232، هقول عليه دوت ان هو recurring. لكن النمبر بالمنظر ده زي root 2 root 7 cubic root لل 9، كل الارقام ديت بتبقى اير راشونال نمبر. عشان كده انا احتجت المجموعه جديده سميتها سيت اوف ريل نمبر. وانا هوريك جراف جميل قوي هتبص عليه اهو. شايف انت عندك هنا في الجوه دلوقتي هنا دوت بنتكلم على سيت اوف ناتشورال نمبر. زي مين يا جماعه الناتشورال نمبر؟ عندي مثلا ال1 ال2 ال3 اهو زي ما انا كاتب. عايز اتكلم على السيت اوف انتجرز. الانتجرز اللي انا برضو قلت لك هنحط معاها مين؟ هنحط معاها بس الزيرو، ونحط فيها النيجاتيف نيجاتيف 1. طبعا الناتشورال نمبر هنا الزيرو موجود، النيجاتيف 1، النيجاتيف 2، النيجاتيف 3، النيجاتيف 4 اند سو اون. احتجت بقى للراشونال نمبر اللي هي مثلا روت 4. ينفع اكتب روت 4؟ اه روت 4، ما هو روت 4 ب2 يا جماعه، روت 4 ب2. يبقى خلي بالك ما يضحكش عليك ويقول لك روت 4 دوت ايه الراشونال نمبر. لا، ده روت 4، ال4 ليها سكوير روت اللي هو ال2، فعشان كده ده يعتبر راشونال نمبر. طب انا عندي برضو من الانتجرز اللي هي نيجاتيف 3، نيجاتيف 4، نيجاتيف 9 اند سو اون. امال ايه بقى الايه الراشونال نمبر؟ زي ما قلت لك بقى روت 7، كيوبيك روت لل13، كيوبيك روت لل5، سكوير روت لل2. كل الارقام ديت اسمها ايه الراشونال نمبر. عشان كده انا عملت لك برواز كبير كده وحطيت لك سيت كبيره اللي هي المذر بتاعتهم اللي هي سيت اوف ريل نمبر. هنتنقل بقى يا جماعه نتكلم في حاجه تانية مهمه جدا اللي هي الامبورتنت فاميليز اوف نمبرز. انا دلوقتي خلاص الحاجات دي انا عرفتها وعملت لك ريفريش عليها، عايز بقى اكلمك على الامبورتنت فاميليز اوف نمبر. انت اتكلمت سمعت عن البرايم نمبر بس نسيها. ايه هي البرايم نمبر؟ البرايم نمبر اني نمبر هاز اونلي تو فاكتورز. برضه يعني ايه فاكتورز؟
any number has only two factor. لما اجي اتكلم على الفاكتور اوف 4 هتقولي 2 تايمز 2 ايكوالز 4, 1 تايمز 4 ايكوالز 4, فيبقى الفاكتورز ال2 وال1 وال4, يبقى ال4 عندها 3 فاكتورز. طب لو انا اتكلمت على ال9, ال9 عندها برضو 3 فاكتورز اللي هي 3 تايمز 3, 3 ده واحد, و1 تايمز 9 يبقى كده 1 و9 و3, كل دول هم الفاكتورز بتاعت ال9. طب ايه بقى هو البرايم نمبر؟ هو نمبر هاز اونلي 2 فاكتورز, ما عندوش غير 2 فاكتورز بس. زي مين يا مستر؟ زي ال2, 1 تايمز 2 ايكوالز 2, ال5, 1 تايمز 5 ايكوالز 5, ال7, 1 تايمز 7 ايكوالز 7. في حاجه ثانيه في التيبل تديك 7؟ في لا مفيش. فيبقى عنده اونلي 2 فاكتورز. مين بقى البرايم نمبرز؟ 2 3 5 7 11 13 17 19 and so on. انا عارفهم لان انا في التيبل انا عارف ان ال 23 مثلا ما فيش غير 1 تايمز 23. طب ال 1 ده مستر عنده كام فاكتور؟ ال 1 ده برايم نمبر ولا نوت برايم نمبر؟ ال 1, ال 1 ده عباره عن 1 تايمز 1, فما عندوش غير فاكتور واحد اللي هو ال 1, عشان كده دوت ما يبقاش برايم نمبر وناس ياما بتغلط فيه. طب ال 2, ال 2 خلي بالك ده ايفن نمبر, هو في في البرايم فاكتور في ايفن نمبر؟ ذا اونلي ايفن برايم نمبر از 2, يبقى 2 هو الايفن نمبر الوحيد اللي موجود في الفاميلي اوف برايم نمبر. يبقى انا عرفت البرايم نمبرز اللي هي 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 and so on. انت هتعرفهم وهتحفظهم مع كتر الحل. هنتكلم على نوع جديد برضو من النمبرز اللي هي السكوير نمبرز, انت عارفها برضو اللي هي في التيبل. ان وي اف وي مالتبلاي انتجر باي اتسلف زي 3 تايمز 3 ايكوالز 9, يبقى 9 دوت بيتقال عليه سكوير نمبر. 1 تايمز 1 ب 1, 2 تايمز 2 4, 3 تايمز 3 9, 16 25 36, كل دول يا جماعه اسمهم السكوير نمبر اللي هي ليها سكوير روت. يعني يعني لما اجي اقول لك سكوير روت لل 25 هتقول لي 5, ليه؟ عشان 5 تايمز 5 ب 25. سكوير روت لل 36 هتقول لي 6, عشان 6 تايمز 6 ب 36. وانا عاملها لك اللي هي 1 باور 2, 2 باور 2, 3 باور 2 اند سو اون. دول اسمهم سكوير نمبر. لو اتكلمنا بقى على كيوب نمبرز اللي هي برضو if multiply integer by itself by itself again, يعني انت هتعمله تايمز نفسه 3 مرات, يعني بتعمله باور 3. يعني 1 تايمز 1 تايمز 1 بكام؟ ب 3 ولا ب 1؟ ب 1. 2 تايمز 2 تايمز 2 equals 8, 3 تايمز 3 تايمز 3 27 and 64 125. This is a set of number is called the cube number. يبقى انا قلت البرايم نمبر, قلت السكوير نمبر, قلت الكيوب نمبر, دي اللي هي الامبورتنت فاميليز اوف نمبرز. يبقى انا يا جماعه عرفتك اول حاجه يعني ايه ست, وقلت لك الكاونتنج, وبعد كده اتكلمت عن الناتشورال, بعد كده اتكلمت على الانتجرز, بعد كده قلت ان انا عندي الراشونال والراشونال وريل نمبر, واتكلمت على ست اوف نمبرز او امبورتنت فاميليز اوف نمبر اللي هي البرايم نمبر, سكوير نمبر, كيوب نمبر. وبكده انت اتعرفت على اول جزء مهم من المنهج بتاعنا, وهشوفكم في الحلقه الجايه ونكمل الفاميليز اوف نمبر, ونتكلم على الفاكتورز, ونتكلم على نوع جديد من الايه من السيتس. واشوفكم ان شاء الله في الحلقه القادمه, والسلام عليكم ورحمه الله.